ثمنت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين دعوة الأكاديمية الوطنية للتدريب للحوار الوطني لكافة أطياف المجتمع تلبية لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي. وأكدت التنسيقية على قبولها الدعوة وبدء العمل على كافة المحاور من الملفات الخاصة بالحوار من أجل فتح مسارات للتفاعل المجتمعي حول كافة القضايا الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تستهدف بناء الجمهورية الجديدة بمشاركة جميع فئات المجتمع المصري.